القرية المتوسطية التي تأوي الرياضيين تحتضن أيضاً شيئاً من الإبداع والذكاء. مرحباً مرحباً، من فضلك انتظر واسمعني، ارمي هنا النفايات وسأكون سعيدة بحسن سلوكك. هذه القمامة الإيكولوجية صممت لتمنح منظراً خارجياً جميلاً يزين المحيط. فيها افيشا اس دي، في تمبيراتور، فيها النيفو دو ريمبليساج، بوزيسيون جي بي اس، وفيها ثلاث الوان، اخضر فيد، اورانج بريسك بلا، روج حمراء. اين فوا تولي حمراء واش غدير؟ تعيط ديريكتوم للسيرفيس كونسيرني بان ايفيتو ديك لا كانو بليزير في لابيل، بليزير بوبل في لابيل، ايفيتو الكاميو يبقى يدور في الفيد، دونك يجي مباشره لا بوبل بلا يرفدها ويروح. هذه الحاويات الناطقة التي جلبت اهتمام الوفود المتواجدة بالقرية المتوسطية، وبغض النظر عن جماليتها، تتوفر على خصائص أخرى. كما راكم تشوفوا فيها خلية شمسية، هذا يعني تخدم بالطاقة النظيفة، تشارجي في النهار، تشارجي لي باتري، ومن بعد في الليل تشعل الضوء، تخدم صافي، تخدم سيستم أوتونوم، وهذا ما يجعلها ايكولوجيك وحاجه مليحه للبيئه. وعندها في الليل اضاءه مما يغير منظر لابوبيل اللي الفناه لي باك ديغرادي، اون بليس دوك الحيوانات كيما الطومبات، الفيران، هذوك القطوطه، كل شيء ما يدخلوش. اون بليس سا عندها لي طونشيتي ما تدخلش، ما تضرش العوامل الطبيعيه. الالعاب المتوسطيه فرصه لاكتشاف كل ما هو جميل وتقديم احسن صوره عن جزائر الرياضه والحضاره والابتكار والإبداع.